المفروض ان دور منظمات المجتمع المدني في مراحل التطور الديمقراطي بيبقى ليها دور محوري ودور هام في من ناحيه اعاده بناء المؤسسات، من ناحيه الشغل على العداله الانتقاليه، الا ان للاسف بعض الدول العربيه ومن ضمنها مصر ان دور المجتمع المدني شهد هجوم شديد في مرحله بعد ثوره 25 يناير من حيث اتهامات التخوين والعماله وتلقي تمويل اجنبي من اجل نشر الفوضى. فده كانت من يعني من الامور اللي هي كانت بتعوق المجتمع المدني في ان هو يبقى شريك في مسألة التحول الديمقراطي. طبعا ان هو كان المفروض بدل ما كان منظمات المجتمع المدني ان هي تشتغل على موضوع التحول الديمقراطي بقت مهمومة ان هي تشتغل في الدفاع عن نفسها وان هي تشتغل على في الدفاع عن الضحايا الضحايا انتهاكات الحكومات الانتقالية منذ 25 يناير 2011 حتى الآن، بما في ذلك الانتهاكات اللي شهدتها فترة رئيس المنتخب محمد مرسي، وهي كانت يعني انتهاكات برضو شديدة. إلا أن هو كان المفروض أن هو يكون له دور تاني مختلف تماما عن الدور اللي هو بيقوم بيه دلوقتي، أن هو يبتدي يشتغل على إعادة هيكلة المؤسسات. لكن في الحقيقة أن هو من الواضح أن في إرادة سياسية للهجوم على المجتمع المدني، وفي نفس الوقت ما فيش أي إرادة سياسية للتحول الديمقراطي، بل في محاولات حثيثة للحفاظ على نظام مبارك كما هو ودون إسقاطه. أعتقد أن برنامج دورك ممكن يساعد في موضوع التشبيك ما بين المواطنين والمنظمات، ويساعد كمان في تبني القضايا اللي بتطرحها المنظمات والمواطنين، ويحاول ان هو يوصل يعني تلك المنظمات الى الاليات الدوليه لحمايه حقوق الانسان عن طريق مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحده، بحيث ان هو يبقى فيه تبني اكتر للقضايا اللي بتشتغل عليها المنظمات الشريكه والمواطنين، وبحيث ان هو يكون بيساهم اكتر في مسألة يعني نقدر نقول بيساهم في موضوع يعني حل اشكاليات التحول الديمقراطي في مصر.